هل ياسر حقق ثروة من كرة القدم؟ يس نعم أم لا؟ لا أنت أنت انظر له منظور ثاني. شو سوي ياسر؟ أبي إجابة، أبي ثين، أي شيء عطوني أبي. ها ياسر، لا هي في النهاية مصدر رزق يعني. مصدر رزق أي واحد، وأنا احترفت كرة القدم كوظيفة والحمد لله رب العالمين يعني، ولكن أنا أتكلم لك. هم كل ما زاد الدخل زاد الشوبينج. انت ياسر معروف عنك ويقولون لا دخل ياسر المول، بدأوا اصحاب المحلات يرقصون. السبب انه ما شاء الله ياسر صريف. اي بس هذه نعم ام لا تنكر؟ لا صحيح، لا صحيح معك هيك. انت يعني عندك ايش يسمونه شوبهوليك، يعني مدمن. أيه مدمن شوبينج. اي بالضبط. وش اكثر شيء تحب تشتريه؟ اي هذا المشكله اني اروح علشان شغله اتفاجئ انه ممكن اشتري كل شيء الا الشغله اللي رحت علشانها. سبحان الله والله جد. اي والله صدق، لا انا احب الشوبينج صدق. نفس السوبر ماركت. انا عندي هذا المشكله. بس كذا ها 100 كذا اتفقنا. معانات هذه. انا اروح اخذ برفيوم، اخذ اشياء ثانيه واطلع ما اخذت. لا عاد انتوا لا لا يعني لو سمحت موضوع ثاني. انت تدخلون العصر تطلعون الساعه 12. انسى نفسي. اكبر فاتوره دفعتها ياسر كذا يعني بعد ما شريتها؟ يا الله بالله انا صرفت المبلغ ذا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. والله العظيم يعني ما اتذكر رقم معين صراحه، لكن ما شاء الله يعني لكن صدق لا يعني احيانا صدق انك توصل انه يعني ليش